تكون وطبعا كل وقتك كان في قطاع الناشئين، غير انك طلعت بره عارتين في حرس الحدود ومره في دجله. شايف الاهلي على طول بيفوز بلقب الدوري العام 41 مره، لكن اللقب ال 41 زي ما احنا قلنا كان ليه مذاق وطعم مختلف، وكان كل الجمهور حاسس. يعني انت حاسس حتى كلعيب ووجودك في الفريق، حاسس ان الجمهور فرحان قوي، والجمهور نفسه في تعامله مع الفوز ال 41 كان شكله مختلف وطعمه مختلف. هل الصعوبات اللي الاهلي واجهها والانتقادات والكلام الكتير اللي انت قلت اللي مش محتاجين نتكلم عليه كان سبب من اسباب اللي خلى الدوري ده ليه طعم مختلف؟ اكيد طبعا، دي سبب وسبب رئيسي كمان، ان خلى فرحه الناس، فرحه اللعيبه، فرحه الاداره، فرحه الجمهور، فرحه كل حد كانت مختلفه عن الطبيعي. ان مش اول مره النادي الاهلي ياخد دوري، لكن الضغوطات اللي احنا قلنا عليها والحاجات اللي كانت موجوده حوالين الفرقه من اول الموسم، كان في كلام كتير على الفرقه، كلام كتير على الجهاز الفني، كلام كتير على الاداره، فتلاقي ان فرحتنا بالدوري مختلفه، وشغلنا ان احنا لا احنا تعبنا فربنا كرمنا فلازم نفرح. يعني الدوري مش عادي بالنسبه لنا او مش طبيعي بالنسبه لنا، احداثه ما كانتش طبيعيه، فاحنا هتلاقي درجه الفرحه اعلى شويه. لكن الموضوع انتهى، انا شايف ان فرحه الدوري انتهت بالنسبه لنا احنا كلعيبه، ممكن الجمهور لسه، لكن احنا بالنسبه لنا احنا كلعيبه الموضوع اتقفل خالص نهائيا. ما حدش، يمكن انا بعد الماتش خلاص فرحنا، وبعد الماتش انا شايف ان الموضوع انتهى حتى في النادي، احنا ما بنتكلمش، ما حدش بيجيب سيره الدوري او بيجيب سيره حاجه، ما فيش تفكير غير في ماتشين افريقيا الجايين وماتش بيراميدز في الكاس، ما الموضوع انتهى. لكن هو دوري طبيعي ان يبقى الفرحه بتاعته كبيره، ان الدوري كان فيه صعوبات، انا شايفها صعوبات كانت كبيره جدا، بس كنا احنا قدها كلنا. ازاي شفت دعم الاداره لفريق النادي الاهلي بعد الصعوبات اللي واجهها في الفتره الاخيره؟ لا، كان دعم كويس في وقت كويس. يعني انا بشوف ان التوقيت مهم في كل حاجه بنعملها في حياتنا، فكان توقيت الاداره في دعمها لينا كان كويس جدا، فده اتنقل في الملعب بسرعه. يعني كلام كانت عماد الخطيب معانا عامه على طول، يمكن انا ما كنتش موجود كتير في اخر فتره دي بسبب اصابتي، لكن يعني لما كنت ببقى موجود في النادي او لما بكلم حد من الفرقه، لا كان هم حاسين ان في اختلاف في دعم الاداره لينا عكس الاول. اه طبعا الدعم كان موجود من الاول، بس كان بعد الفتره اللي هي خلاص بفتره حسم دوري والموضوع بقى خلاص قرب، فالموضوع اختلف كلام الاداره معاهم في كل حاجه اختلفنا. فكان انا اللي كان بسيطني ان الدعم جه في وقت كويس، فكان في مردود ليه بسرعه، فده فرق مع الفرقه كلها، يعني فرق مع اللعيبه كمان كلها معنويا، فده اثر معانا طبعا كبير، كان ليه دور كبير معانا ان احنا ناخد دور سبب من الاسباب ان احنا ممكن خدنا بيه الدوري. قبل ما اقفل معاك ملف بطوله الدوري، لكن شايف ازاي النادي الاهلي ينطلق من فوزه بلقب رقم 41 لبدايته الافريقيه؟ زي ما انا اتكلمت في الانترو وقلت ان موقع اتحاد افريقي كاتب اللقب رقم 41 يعطي الاهلي انطلاقه قويه قبل انطلاق اول مباراه ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا انا الدوري ده مهم جدا ان هو هيدي للناس كلها ثقه، يعني لو في ظروف الموسم ممكن لعيبه معينه باختلاف الشخصيات طبعا ممكن تكون اتهزت شويه، الدوري ده يدي ثقه للناس كلها، يدي ثقه ان احنا لعيبه كبيره، ان احنا فرقه تقيله، فاحنا ما يعني موضوع الدوري ده انا شايف ان هو نقطه فارقه معانا، يعني هتفرق معانا كتير جدا طبعا، فاتمنى ان يكون الثقه دي وصلت لكل الناس، وصلت ان احنا فرقه كبيره، لعيبه كبيره، وان احنا هدفنا الاول والاخير لينا في الموسم ده ان شاء الله اللي هو بطوله افريقيا، لازم البطوله ترجع تاني للنادي الاهلي. هنعمل كل حاجه طبعا ان احنا نبقى موجودين، اللعيبه كلها رجاله، ان هي وهدفها واحد، الهدف واحد المره دي اللي هي البطوله، لازم ترجع تاني للنادي الاهلي، مش كلام ومش عايزين نقعد نتكلم كتير، احنا شايفين يعني البطوله دي هتبقى محتاجه شغل اكتر من كل مره، زي ما اشتغلنا في بطوله الدوري ما اتكلمناش، لازم برضو يبقى ده هدفنا وده التارجت بتاعنا ان احنا نشتغل عشان نقدر نرجع البطوله دي تاني، واتوقع ان شاء الله ان احنا نقدر نرجع البطوله للنادي الاهلي باذن الله. بص انا اتكلمت معاك شويه، فانا عايز صوت الجمهور هو اللي اتكلم مع كريم ميدفيد، فانا عايز اروح معاك لشويه يعني رسائل من جمهور النادي الاهلي.